يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله أعزائي المشاهدين. نتابع الحديث معكم في برنامجكم برنامج وسم في حلقة متجددة وحواري الدائم مع أخوي أبو مطلق. حياك الله أخوي أبو مطلق. الله يحييك. يا هلا ويا مرحبا فيك. الله يبجيك. حياك الله، وفرصة جميلة التقي معاك. تفضل طال عمرك. الله يهدين فضلك يا أبو عبد الله. والله حنا يا أبو عبد الله نحب دائما نتعاهد على ذكر القصص. إيه نعم. والعبر للاستفادة منها طبعا. صحيح. وأحيانا قد لا تكون يعني كثيرة الفائدة، لكن على الأقل تكون فيها متعة. أكيد صحيح. يعني هذا هم بعد يعتبر من فوائد القصص اللي نذكرها. لكن إن شاء الله قصتنا اليوم فيها الفائدة وفيها المتعة وفيها العبرة. إيه نعم ما شاء الله. إيه والله. هذا طال عمرك نتكلم طبعا بلهجة قائليها ولهجة أصحاب القصة يعني عشان ما نظلمها يعني. هذا طال عمرك بدوي نرتحل. ارتحل من مكان إلى مكان. وانت خابر يا ابو عبد الله الناس من اول لا سيارات ولا ارتحالهم دائما على يعني الابل او الذلول اللي هي المعده. اي نعم. للانتقال من مكان الى مكان اخر. فسبحان الله اثناء انتقاله دخل عليه الليل. اي والله دخل عليه الليل ولحقها بعد تعب شوي. فطال عمرك قام ونوخ ذلوله وشب ناره وقام طال عمرك سوى له قرص يسمونها القرص او الجمري. اي والله. وقام يرتبه وقام كذا. فاثناء ما هو متواجد في هذا المكان حس بقدوم مجموعه من الناس في الليل. وانت عارف الناس قبل في خوف. والامن ما هو مثل الحمد لله يعني مثل اليوم. صحيح. ان ننعم بامن يا ربي لك الحمد. الحمد لله. الوكاد تخوفوا من هذه المجموعه. فقام ودفن الجمريه او القرص اللي قاعد يسوي دفنه. هو ما استوى لها الحين. إيه؟ فقال خلني أدفنه وحاول إني يعني أزبن في مكان ولا تخفى عن المجموعة القادمة هذه. لأن ما أدري يمكن ذولا ناس قطاع طرق ولا إيه ناس. نعم. أي والله. فخلني ألوذ بأحد هالأماكن هذه لغاية ما يتعدون. شوف الصدف سبحان الله. فيوم طال عمرك التجأ لأحد الضلعان أو أحد الجبال الموجودة وتخفى فيها، شاف أن المجموعة هذه اللي جت انزلت في المكان اللي سوى فيها القرص. الله. سبحان الله. سبحان الله. وبعضهم حتى بنى بيته وبنى كذا. لهم مجموعة عرب. ما هم بقليلين يعني. والله تعجب هذا. قال يعني معقول هذول ناويين يقيمون في هالمكان هذا. إيه. والقرص اللي أنا تعبان عليه والله أني جاي بخلي هالقرص هذا، ظاهر أنه ما عاد هو من نصيبي. سبحان الله. سبحان الله. خذ له ساعة ساعتين شعر بالجوع. حس أنه جوعان. والبدوان من أول عندهم سبحان الله يعني خبرة في الدلالة والمواقع وكذا، ما ينسون ولا يضيعون سبحان الله. فقال ما فيه إلا أروح للمكان اللي دفنت فيه جمريتي أو فيها القرص اللي سويته. أنا دافنه لكن أدل مكانه، أعرف مكانه وين. والله أعلم أنه في الخيمة الفلانية أو بيت الشعر الفلاني. إيه والله. قال لكن بنطر لين الناس تهدى شوي وتمرح الناس أو ترقد. اي نعم. او تمشي مثل ما بينا اللهجات تختلف. صحيح. اي والله. يوم طال عمرك كم راحوا العرب وجاء الوقت متاخر في الليل، راح وقال اكيد ان القرص اللي سويته الحين نضج مدفون وعليه جمر وعليه نار. اي والله. فرح. يوم راح طال عمرك حاول يتخفى، حاول يدخل المكان بحذر وحاول يعني المكان في صعوبه يعني وفي خوف صراحه. هو بعد الناس ما يدرون هو ليش جاي، يمكن ما حد يصدق اصلا جاي ياخذ قرص، يمكن جاي يسرقنا ولا جاي. صحيح. فحاول طال عمرك الدخول على هذا المكان بتخفي وبحذر. فهمتك. فتوجه. احسنت اخوي، وقفت في موضع صراحه غايته، لكن ان شاء الله نتابع الحديث معاك بعد الفاصل. اخوي يا هلا ويا مرحبا فيكم، حياكم الله اعزائي المشاهدين. نتابع الحديث معكم مع في حواري مع اخوي ابو مطلق. ووقفنا علقنا اخوي ابو مطلق في هذه القصه، او بالاحرى الفاصل علقنا صراحه. فحياك الله اخوي ابو مطلق. يا هلا ويا مرحبا فيك. نتابع الحديث معك وهذه القصه الممتعه. الله يمتعنا وياك بالصحه والعافيه اخواننا المشاهدين. الوكاد طال عمرك قام هالشخص هذا وقال انا بروح بتسلل للبيوت هذه في اخر الليل لعل الناس نايمه ما هي منتبهه. نعم. وانا رجال باخذ القرص اللي سويته وتعبت عليه ولاحقني الجوع، ما عاد اقدر اصبر انا. اي والله. سبحان الله. فتوجه المكان هذا. فيوم وصل للمكان اللي هو متاكد منه، ايه، عرف ان الخيمه هذه او بيت الشعر المبني ان القرص اللي سواه فيها المكان. فطرفه. حلو.
فسبحان الله يوم طال عمرك مد يده من حدر الرواق يبي قام يتلمس لقى في مكان حار فعرف ان هذا مكان الجمر بدافنه هذا عاد اعطاه دليل ان هذا مكان صحيح هذا المكان فقام حفر يحفر وبوجه العدو التراب هذا يوخره عشان يطلع فسبحان الله الا البنت اللي موجوده في البيت حاطه السيف على رقبته اي والله طبعا هي ما تلام بعد يعني اخر الليل وجاي وما ديده من حدر رواق البيت اي والله فقال يا لجوديه والله ما جيت الا عشان اخذ قرصه سويت هنا وانت نزلتوا في المكان هذا والله لاني جاي اسرق ولا اني جاي اي والله فقالت اجل ابستر عليك يلا خذ قرصك وتوكل على الله جزاه الله اي والله يوم راح تخبر الليل واشوف بعد ما من في الليل ما فيه اناره وفي اضاءه وفي يتخثى على الواحد شوي يوم درى طال عمرك ويطيح له حفره لا اله اي والله حفره عاد هي كبيره بالحيل بس انها عاد حفره ما هي اجره يطلع عجز يطلع من الحفرة هذه فصوت للبنت هذه قال هذه بين عليها خيرة وجودية بعد الله يعينها علي بزعجها شوي فصوت لها وجت وطلت عليه قالوا والله بالحفرة هذه وانت شايف وضعي والله ما عندي بعد الله سبحانه يعيني إلا انت فساعديني فسبحان الله ساعدته ويوم بغى يطلع تقضب هو فيها من الخوف يعني أحد بيطلع بأي طريقة أثر سحبها وطاحت معه لا إله إلا الله شوف شوف المصيبة فبحثت عنها أمها تدورها في الليل في يوم جت أمها وعاينت فيها الحفرة هذه لبنتها مع رجال غريب يا الله فراحت علمت زوجها اللي هو أبو البنت قالت بنتك ترى فيها كذا وكذا وكذا والأم طبعا ما أحسنت الظن أساءت الظن فقال الأبو هذا خلاص نادى حد الخدم اللي عنده قال حطوا جميع حطب تلقونه في القاع اللي حنا فيها في الحفرة هذه وشبوا في نار يا الله لأن فيها حياة وثعابين ما قالنها بنته قال فيها حياة وثعابين فقام هذا وراح حط سبحان الله هذا مو يحط الحطب في الحفرة هذه يقول هذا الشخص كل ما حطينا الحطب هذا كسرناه وصعدنا عليه يا 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 اي والله شد الأبو وزوجته والعرب كلهم فبقوا ذلك بالحفرة وطلعوا من الحفرة توقع أنهم ميتين يوم طلعوا قال للبنت هذه حنا الحين الحمد لله طلعنا من الحفرة هذه تبين أهلس ولا تبين شو نسوي شو الدبرة قالت لا والله أهلي ما يبوني الله قال انا ما اقدر اقعد وياك بدون زواج علاقتي معك الحين حرام عليك عافية عليه فتزوجها وانجب سبحان الله منها عيال لا اله بعد كم سنه البنت لاحظت ان في ناس قادمين لهم في القريه او المكان او القطين اللي هم عايشين فيه فقالت حق زوجها قالت والله ان البل اللي جت هذه انها ابل اهلي انا عرفتها بوسمها وبشاهدها عجيب والبدو يعرفون معنى الوسم والشاهد اي والله فراحوا عزمه طبعا الابو هذا ما يدري عن الرجال اللي كان بالحفره ما شافه ما يعرفه فعزمه وقهوه وكذا فقام يسولف وياه فقال له قال انا بقول لك اغرب قصه مرت علي بحياتي يقولها زوج بنته ايوه بس هو ما يدري ما يعرفه ما واجهه قال انا مره صار لي كذا وصار لي كذا وصار لي كذا وسبحان الله ويوم طحت الحفره جت بنتي تساعدني وجزاها الله خير ويوم بغيت اطلع سحبت يدها او سحبت رجلها وطاحت معي في الحفره هذه الله اي والله وجانا واحد ما نعرفه قام يحط علينا من هالحطب بيشعل النار عنا لكن الله سبحانه وتعالى نجانا وقدرنا نطلع من الحفره هذه فالبنت شريفه عفيفه قالت حنا ما نقدر نعيش بدون زواج لازم نتزوج بعض فتزوجتها عشان ما تكون بيننا علاقه حرام فجبت منها عيال المره هذه فانصدم الاب هذا ودمعت عينه فقال وين هالبنت هذه قال بنتك موجوده في البيت معي انا زوجها الله فتأثر هذا الأب أكيد. وتسامح من هذه البنت وحنا أبو عبد الله يعني ما ودنا نطيب لكن نستفيد من القصة هذه طال عمرك إحسان الظن أي والله. وعدم الاستجال في الحكم أي والله. يعني شوف استعجل بالحكم أي والله. وبغى يوديهم 60 داهية أي والله. ما يقولون يذبحهم مساكين لكن شوف سبحان الله والله قصة طريفة وجميلة صراحة ومؤثرة ومعبرة أشكرك أخوي مطلق ونتابع الحديث إن شاء الله في برنامج وسم في موضوعات أخرى إن شاء الله في حلقات لاحقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.